الإسلامية جميعا بخير إن شاء الله. النهاردة عيتي في فنلان التحرير، ده رمز يعني؟ طبعا رمز، لأن حريتنا ولدت هذا المكان، فأصبح يعني بيننا وبين هذا المكان شيء نفسي. يعني لازم نحج إلى هذا المكان، عايز أقول يوميا. ماذا تقول للعاملين على الساحة في الناحية السياسية وتركونا الثورة؟ أنا بقول لهم اتقوا الله في مصر، وبقول لهم تجردوا من الأهواء الشخصية ومصالحكم الشخصية، وتجردوا لله وللوطن فقط، ولا تبحثوا عن أضواء، ولا تبحثوا عن مناصب، وإن المناصب زائلة، إن المناصب لا تدوم. ابحثوا عن مصر، وكفانا مصالح شخصية، وشاهدنا وشفنا كل من كان يعمل لمصلحته الشخصية ماذا كان مصيره. حضرتك هتحضر جمعة 18-11؟ إن شاء الله طبعا. أنا يعني كلكم عارفين إن أنا بقول إننا لازم نتواجد كل يوم جمعة على الأقل في ميدان التحرير، لنحاسب أنفسنا ونشوف ماذا تحقق من مبادئ الثورة، وماذا تحقق من عملنا. لكن وتواجدنا بقى كل يوم جمعة أو كل فترة ده هيؤدي إلى جرد للأعمال، وإحنا مطالبين بهذا. سعادة المستشار كل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير. كنت بتشكر حضرتك. ومصر جميعا بخير إن شاء الله، ومصر إن شاء الله هتتحقق وهتبقى على الطريق الصحيح، وهستصل إلى مصاف الدول العظمى إن شاء الله. شكرا. شكرا.